بعد إعلان الحكومة بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بالبلاد من قبل مواطن مغربي، أقد المدير العام لوزارة الصحة العامة روسو غالو وممثل منظمة الصحة العالمية بالبلاد جان بوسكو مؤتمرا صحفيا مشترك أوضح من خلاله معلومات مفصلة عن المصاب وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وشركائها للسيطرة من انتشار هذا الوباء. ففي بداية المؤتمر أوضح المدير العام لوزارة الصحة العامة بأن المصاب المغربي هو شاب يبلغ من العمر 29 عاما وكان يعمل بالبلاد منذ العام 2019، وكان المغرب المصاب سافر إلى دولة بالكاميرون وعاد في رحلة الخطوط الجوية التشادية في 15 من هذا الشهر الجاري، وتم تشخيص إصابته بكورونا في 19 من هذا الشهر بعد أن ظهرت عليه عدة علامات توهي بإصابته. وأكد المدير بأن المصاب نقل إلى مكان معزول تماما وتحت مراقبة الأطباء، وكل من كانوا على متن الطائرة التي كانت تقل الشاب المصاب يخضعون للرقابة الطبية. لذا أكد المدير للمواطنين التشاديين بأن كل الأمور تحت السيطرة. ممثل منظمة الصحة العالمية بالبلاد جان بوسكو سمن جهود الحكومة التشادية على كل الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الوباء، داعيا التشاديين إلى اتباع الإرشادات التي فرضتها الحكومة حيال هذا الوباء. كما أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية بأن 40 دولة إفريقية دخلها هذا الفيروس، آخرها دولة النيجر ومدغشقر.